نجدد التحية ونلتقي في فيديو جديد. هذا هو مسجد العسوي بالمنصورة، وخلفه مباشرة مقابر المنصورة. نتحدث اليوم الاثنين السادس من سبتمبر 2021. بالطبع هذا المسجد يتم الصلاة فيه على موتانا. وكما نشاهد هذه دار الأمل للمسلمين. هذه تتبع جمعية المواساة الخيرية دار الأمل للمسنين. لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. ما زلنا نتابع. هذا هو مسجد العسى، وهذه المئذنة الخاصة به، هي مئذنة قائمة بذاتها. كما نشاهد تم تأسيس هذا المسجد عام 1381 هجرية. هذا هو مسجد العسوي، والعسوي قد كان قطبا بالولاية مفردا العسوي بدينه وبعزمه للعلم والصلوات. أسس مسجده عام 1381 هجرية. مرة أخرى هذه مئذنة مسجد العسوي، هي مئذنة قائمة منذ البداية بنفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذا هو مسجد العسوي، وهذه صلاة ظهر اليوم الاثنين السادس من سبتمبر 2021. ذكرنا ان مسجد العسوي بجوار المقابر، فدائما ابدا يتم صلاه الجنازه الاموات المنصوره هنا. وهذه كيفيه صلاه الجنازه، اربع تكبيرات كما هو مكتوب. هذه الروعه وهذا الجمال وهذا الابداع. هذا هو مسجد العسوي. اتفضل. أنا هفصل بس.